يا حبيبتي يا رضوانة، أنا لو أعرف إنك جيتي مع العمدة ما كنتش استنيت برا لحظة واحدة بس، كنت جيت لك طايرة. ربنا يخليكي ليا يا مرات أخوي، كلك زين. طب أموري زبيدة توضب لها أوضة الضيوف. زبيدة؟ زبيدة مين؟ أمال أنا رحت فين يا حبيبي؟ تعالي معايا يا حبيبتي. يا دي الأذية، خليك أنت والنبي، وابعتي معايا حد من الشغالين يوريني أوضتي. بتقول لك شغالين؟ تعالي معايا. حد يرد على التلفون؟ الو، ايه سنترال، مكالمة محروسة. طب وماله وماله؟ الو، مش معقول. لطيف ايه يا راجل، انت لسه فاكرنا؟ ننساكم ازاي بس يا عمدة؟ ده انتوا على بالنا ليل ونهار، وان كان علي انا هتشوفني دايما عندك. لا وصفية هانم هتموت عشان تشوف البرنسيسة الصغيرة والبرنسيسة الكبيرة. اه وبعدين اصل جو السياسة عندنا هنا مغيم حبتين، وبعدين الصدام اللي بين جلالة الملك وحزب الوفد بدأ يظهر بعد ما كان مكتوم. اه طبعا هو سعد باشا صحيح ما هوش في الحكم، لكن مسيطر على كل الاحداث وبيحارب في جبهتين، في السفاره والسرايا. انا هخطف رجلي كده يوم لان في حاجات ضروري البرنسيسه توقع عليها خاصه بالدايره، او بالمره بقى اقعد مع راويه كده عشان اناقشها في موضوع خاص بيها. طيب لا الدعوه مقبوله والف شكر. وعلى فكره الجرايد بتاعت النهاردة عندنا هتوصل لكم بكرة الصبح. هات جريدة الأهرام لأن فيها خبر مهم قوي علشانك. لا لازم تشوفها بنفسك. تصبح على خير يا عمدة. ما قلتلوش ليه؟ حرام عليك يا صفية، كده أحسن له. أنا لو قلت له الخبر هيفضل سهران طول الليل لغاية أما يشوف الخبر في الجرايد، وبعدين بقى هو كده مش هيقدر يخمن قيمة الخبر فينام وهو مرتاح لغايه لما يقراه. ساعات كتير ما بقدرش افهمك. ياه وكتير كمان. واخيرا عرفتك ليا لسفريه فيينا اللي كان ناقص ابوس ايدك عشان تسمح لي بيها. احنا هنرجع للنزناز ده تاني، اقوم انام احسن. حرم عليك يا لطيف، انا عايز اقعد اتكلم معاك ونتفاهم شويه. هو احنا لسه ما اتكلمناش؟ ما قعدناش ليالي نتناقش ونتخانق؟ الله، وبعدين في الاخر تقلبيها نكد وتقعدي تعيطي بالساعات، وترجعي بقى تعرفي ان انا على حق، وتعرفي ان ربنا مش رايد لك انك تنجبي اولاد، وبعدين تحلفي لي انك مش هتتكلمي في الموضوع ده مره تانية. بس دلوقتي في مستجد، الدكتور النمساوي اتوصل للعلاج والكل كتبوا عنه واكدوا كلامه. ده جرالك ايه يا صفيه؟ هي اي اشاعه تطلع تجري وراها؟ دي مش اشاعه. بعدين مش انت كنت وعدني ان احنا هنقضي الصيفيه في ايطاليا؟ ما ايطاليا جنب فيينا، يعني هيحصل ايه احنا لو رحنا من هناك؟ وبعدين خلاص خلاص انا هنفذ وعدي، بس لما يجي ميعاده. احنا دلوقتي في ابريل والاجازات في شهر 7. خلاص اعملي معروف بقى سيبيني اطلع انام. طب قول لي الاول، انت ليه ما طلبتش تكلم راويه لما كلمت العمده؟ موضوع راويه ما ينفعش في التليفون. ايه اللي جابك لفتح الله؟ ما ينفعش نفضل على البعد كده طول المده اللي فاتت دي. قلت لازم اجي واصفي اللي بيني وبينك اول باول. لسه فتح الله؟ مش بالبساطه دي. يمين بالله اللي حصل بيني وبين الجاسية ما كان لي طعم ولا لي دعوة بحب ولا شهوة ولا أي كلام من ده. عنديها غلطة وسامحيني عليها، ولو عزاني أخلص الجاسية أخلصها.